استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بذريعة محاولته طعن جندي إسرائيلي على مفرق قرية بيت عينون شرقي مدينة الخليل. وأفاد شهود عيان بأن سيارة إسعاف إسرائيلية نقلت مصابا إسرائيليا من دون أن تحدد ما إذا كان جنديا أو مستوطنا، وبأن الجنود الإسرائيليين تركوا الشاب الفلسطيني ينزف حتى الموت. ميدانيا اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 10 فلسطينيين خلال حملة مداهمات في أحياء مختلفة من مدينتي نابلس ورام الله.